دقيقة دقيقة حج اقعد. مشكلة اخذ يا ابا يا ابي اسمع السؤال نوجه لك محكمة. نعم. انتو هذولاك الظاهر من الاوراق والتقارير والمستندات المبرزة وامام المحكمة ومن واقع حال المحكمة مالتكم تاريخ الإحالة بالنسبة لهالمجموعة 148 واحد واجراء محاكمتهم وتنفيذ الحكم بهم اسبوعين مو هالشكل؟ لا مو تنفيذ بعد سنة. ايش قد المدة من تاريخ الإحالة مو الى تاريخ المحاكم واصدار الحكم ايش قد ما تتذكر؟ يعني بس قل لي حدد يعني بالضبط. المحاكم اسبوعين بس تنفيذ اول سنة يعني بال 85 تنفيذ الزين. أنتوا محكمة الثورة يعني كانت يومية تنظرون كم قضية؟ سيدي ننظر يعني حسب حجم القضية، يعني قضية واحدة يجوز نطول بها أيام وأشهر، وقضية يعني صغيرة مثلا يعني سيدي تحللنا قضية الاختلاس الرشوة زين. يعني مو يعني قضايا عادية كثيرة وقضايا زين. أنت بالنسبة للموضوع دائرة السلام الوطنية قلت نعم. أنه نعم أنتوا من تصدرون حكم نسخة من القرار تروح إلى دائرة مع الإخبار سيدي هذول الأشخاص بالدائرة السلامة الوطنية نعم يعني من هم يعني هم سيدي كلهم قضاة قانونيين قضاة يعني كلهم أعضاء محكمة التمييز عبد الهادي الشاوي إذا سامح بجنابك كان هو رئيس الدائرة يعني هو أعتقد صار رئيس كم واحد من أعضاء هي محكمة التمييز سيدي كثيرين يعني منهم قضاة وقسم منهم من محكمة التمييز يعني هم يدققون هيك قرارات نعم سيدي هم يعني هو عبد الهادي الشاوي كان رئيس الدائرة هو رئيس محكمة التمييز أو عضو محكمة التمييز ذكر وكان معاه كثيرين من أعضاء المحكمة إضافة إلى قضاة من الصنف الأول زين أنت جاوبني إيش قد طولت يعني مدة موافقة من صدور الحكم وإرساله والموافقة على التنفيذ من قبلهم أنا هل معني بهذا الموضوع هذا؟ لا لا إيش قد؟ ما والله هو موجود عندك المرسوم ترى المرسوم لا أنت يمك يعني أنت أنا بالنسبة دقيقة خلنا أرجع أطلع لك دقيقة أسألك بشكل آخر نعم. أنت تعرف تاريخ إصدار القرار نعم وتعرف تاريخ إصدار الحكم الفرق بين إصدار القرار وإصدار الحكم إيش قد؟ هو تنفيذ الحكم ايش قد؟ تنفيذ سنة طول تنفيذه يعني بالخمسة وثمانين تم تنفيذه سنة؟ نعم تنفيذ الحكم يعني تنفيذ حكم الإعدام بعد سنة سيدنا عندكم